صباح الخير جميعا. معالي الاخ العزيز والشقيق معالي الوزير عبد الله ابو حبيب وزير خارجيه لبنان الشقيق. اود في البدايه ان ارحب بكم في بلدكم ووطنكم الثاني مصر واشير هنا الى ان زياره معالي الوزير ابو حبيب تاتي في اطار التنسيق والتشاور المستمر والمتواصل والمكثف بين بلدينا الشقيقين حيال مختلف القضايا والموضوعات الإقليمية بشكل عام وأيضا حول العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان وسبل المزيد من دفعها وتعزيزها وتعميقها ولا شك أن هذه الزيارة الهامة تأتي في توقيت شديد الأهمية والحساسية في ظل كما تعلمون التصعيد الجاري في المنطقة بشكل خاص، وفي ظل ظرف إقليمي بالغ التعقيد والخطورة. وهو ظرف بالتأكيد ناتج عن هذه الحرب الشعواء التي تشنها إسرائيل. على اهالينا في قطاع غزه، وما يحمله ذلك من مخاطر للتصعيد، وامتداد هذا الصراع الى ما هو ابعد من ذلك. خلال لقائي مع اخي وشقيقي معالي الوزير عبد الله ابو حبيب، تناولنا كل ما يتعلق بالعلاقات الثنائيه في مختلف المجالات، التشاور السياسي، التشاور المستمر بيننا العلاقات الاقتصاديه والتجاريه بين بلدينا الشقيقين كما كما ذكرت تحدثنا عن التصعيد الحالي واعدت خلال هذا اللقاء الاخوي مع معالي الوزير التاكيد على مواقفنا الثابته التي تؤكدها مصر خلال اتصالاتها المكثفه والمستمره مع الاطراف الاقليميه والدوليه من دعم مصر الكامل وتضامنها مع لبنان حكومه وقياده وشعبا والتاكيد على الموقف المصري الثابت الداعم لسياده لبنان ووحده اراضيه وسلامتها واستقراره وامن الشعب اللبناني الشقيق كما اكدت خلال لقائنا الاخوي واعيد التاكيد عليه الان على ادانه مصر القاطعه لاي اعتداء وللاعتداءات المتكرره التي تقع على لبنان وعلى سياده لبنان والسياسات التصعيديه الخطيره الحاليه في المنطقه بما في ذلك القصف للضاحيه الجنوبيه لبيروت وتؤكد مصر مره اخرى وهو ما نقلته لاخي معالي الوزير تضامنها مع مؤسسات الدوله اللبنانيه واهميه دعمها بكل السبل وايضا تستمر مصر في حثها لكافه اطراف الصراع والنزاع بالعمل على الالتزام بضبط النفس وتجنب انزلاق منطقتنا الى حرب اقليميه شامله. سبق أن عبرت مصر كما تعلمون وهو ما نقلته لمعالي الوزير عن إدانتنا ورفضنا الكامل لسياسة الاختيالات السياسية وسياسة الاختيالات بشكل عام وأيضا الرفض الكامل وإدانة استهداف الدول وسيادتها ونؤكد مره اخرى على ان مثل هذه السياسات التصعيديه لن تؤدي الى الا لمزيد من العنف والعنف المضاد وسفك دماء الابرياء في المنطقه التي اصبحت عرضه لمزيد من هذه الصراعات وبما قد يؤدي الى خروج الامور عن نطاق السيطره خاصة إذا كان هناك سوء في الحسابات وخطأ في الحسابات بما يؤدي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بل ويهدد الأمن والسلم الدوليين استعرضت مع معالي الوزير أبو حبيب وزير خارجية لبنان الشقيقة كافه الجهود والاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الاطراف الاقليميه والدوليه للعمل على احتواء التصعيد الحالي كما تعلمون يعني تواصلت مع وزير خارجيه الولايات المتحده اكثر من ثلاث مرات في غضون اسابيع محدوده جدا تواصلت مع القائم باعمال وزير خارجيه لبنان ايران معذره ايضا ثلاثه مرات متكرره وتواصلنا مع وزير خارجيه روسيا الاتحاديه وايضا اليوم هناك اتصال مع وزير خارجيه الصين وهناك اتصالات تمت من قبل مع دولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ومع اخي معالي الوزير بو حبيب والاتصالات مستمرة ومكثفة للعمل على وقف التصعيد وعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية. أكدت أيضا لأخي العزيز معالي الوزير أننا لن نألو جهدا عن الاستمرار في مساعينا الدبلوماسية للنأي للنقل بلبنان عن هذا التصعيد وأؤكد هنا على ما سبق وأن أوضحته مصر بأن السبيل الوحيد لوقف التصعيد في المنطقة هو بدون شك التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف هذه الحرب العدوانية الظالمة على أهالي القطاع والنفاذ المستمر وغير المشروط لكافة أشكال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع كما استعرضت استمرار مصر في جهود الوساطة للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن والأسرة ووقف الحرب على قطاع غزة ونحن نتعاون مع الشقيقة دولة قطر وايضا نتعاون مع شركائنا في الولايات المتحده وشركائنا العرب والدوليين للعمل للتوصل الى هذه الهدنه بما يؤدي الى وقف كامل وفوري لاطلاق النار وسنستمر في التعاون والتنسيق مع شركائنا شركائنا العرب والاقليميين والدوليين للدفع نحو تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني شددنا أيضا خلال نقاشنا المتبادل اليوم على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ونكرر طلبنا ودعوتنا للأمم المتحدة والقوى الدولية لبذل كافة الجهد وممارسه كافه اشكال الضغط لتغليب لغه الحوار والمفاوضات والابتعاد عن الخيارات العسكريه وسياسه العنف التي لن تؤدي الا العنف المضاد والتي اثبتت بطبيعه الحال عدم جدواها بل ولن تؤدي الا الى مزيد من عدم الاستقرار والفوضى في المنطقه والعالم كما اكدت ايضا لاخي معالي الوزير دعم مصر لكافه الجهود الدوليه الهادفه الى التوصل الى التهدئه في جنوب لبنان ونعيد التاكيد مره اخرى على دعم مصر الكامل لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1701 الخاص بلبنان ونؤكد على ضروره التنفيذ الفوري لهذا القرار بشكل كامل وغير مكتزئ ودون ادخال اي تعديلات عليه وأن, تتولى وان يتم تنفيذه من جانب كافه الاطراف المعنيه سواء كانت بطبيعه الحال لبنان او الاطراف الاخري نؤكد ايضا على اهميه قيام الجانب الاسرائيلي وكافه الاطراف المعنيه باظهار الجديه المطلوبه للتوصل الى ترتيبات للتهدئه تراعي المصالح اللبنانيه وتحافظ على سياده الدوله اللبنانيه وتقطع الطريق امام اي احتمالات لتجدد الصراع في المنطقه اتفقت ايضا مع اخي ابو حبيب على ضروره استمرار الدعم لوكاله غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاندروه في اداء مهمها الهامه والانسانيه والتي لا بديل عنها ونعيد التاكيد انه لا بديل عن الاندروه في اداء مهمتها لتقديم الغوث والدعم لكل اللاجئين الفلسطينيين سواء كانوا في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في سوريا أو في لبنان أو في الأردن لا بديل عن الأندروة وهذا موقف واضح وثابت وبالتأكيد نقدم كل الدعم للأندروة ونبذل كل الجهد لتوفير الدعم المالي للأندروة لأداء مهمها بما في ذلك في لبنان الشقيقة لدعم الفلسطينيين هناك وخاصة علي ضوء الازمة المالية التي تمر بها منظمة الاونروا والتي هي انشئت اساسا بقرار من الجمعية العامة للامم المتحدة في أواخر الأربعينات من القرن الماضي لدعم اللاجئين ومن ثم الحفاظ على الأندروا هو حفاظ على قضية اللاجئين وعلى حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الثابت إما في العودة أو التعويض أو كليهما فكل الدعم والتأكيد والتأييد لوكالة الأنروا أخيرا وليس أخيرا كانت المباحثات اليوم مع أخي معالي أبو حبيب بمثابة فرصة هامة وجادة لتأكيد أهمية وحيوية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين واشكركم الاخ والشقيق معالي الوزير على زيارتكم للقاهره واسمحوا لي ان اشيد بمستوى التنسيق المتميز القائم بيننا في كافه المجالات لما فيه مصلحه الشعبين الشقيقين واتطلع لاستمرار التنسيق الوثيق معكم في الفتره القادمه وكما ذكرنا اكثر من مره نتطلع قريبا ان شاء الله الى زيارتكم في وطننا الثاني في لبنان وزياره بيروت ان شاء الله في القريب اختتم حديثي باعاده التاكيد على التضامن الكامل لمصر مع لبنان حكومه وقياده وشعبا وحرصنا البالغ على امن واستقرار لبنان وامن ورفاهيه الشعب اللبناني الشقيق شكرا جزيلا مع الوزير